اليوم هذا التحرك هو بداية ولا هو خليني أقول جرس إنذار لوين؟ أول شيء شو هو مساركم اليوم؟ لوين واصلين بهذا المحل؟ حكومة مؤجلة إلى ما بعد بعد الأضحى خلينا نقول. امبارح على رئيس الجمهورية امبارح وزير العمل أعلن تنحيه عن ملف موظفي القطاع العام، بالمقابل دولة معطلة بكل مكوناتها. بلا ضغط الناس ما فينا نعمل شيء، يعني ريف اليوم اذا الناس ما رجعت على الشارع رح يرجعوا يسترخوا ويكملوا بزنس از يوجوال. على كل حال انا بدي اقول لك اليوم بعض القوانين الاصلاحيه اللي صدرت واللي اصبحت واقع اصبحت كذلك من وراء 17 تشرين، قانون استرخاء القضاء انوضع على الجدول بعد 17 تشرين، لما قدروا تمكنوا من شرسمه الثوره رجعوا الى ممارساتهم نفسها. اليوم الناس بدها ترجع تضغط باتجاه القوانين الاصلاحيه، باتجاه نرجع نستعيد بلدنا ونرجع نقول لهم ما فيكم تكملوا بزنس از يوجوال، ما في شعب، لا في شعب وعايش وعنده نبض. هيدا اول تحرك ورح نستكمل هذا التحرك بتحركات كثيره ورح تكون تصاعديه، وصولا انه اذا كملوا هيك رح تشوفي 17 تشرين على اكثر واكبر بكل المناطق اللبنانيه. ما حدا حيتفرج على اولاده عم بيموتوا، على اهله ما قدر يجيب لهم دواء وهن قاعدين يتقاذفوا المسؤوليات. ما في اشطر من لا احنا هون الشباب احنا صدقيني حبيب القلب صدق ليكي بدي اقول لك شغله، ما في امل وما في مجال يعملوا شيء الا اذا ضغط الناس رجع الى الشارع. انا بدعي المسؤولين اليوم ياخذوا العبره باكرا ويعرفوا انهم مضطرين يقوموا بالاصلاح الضروري لنقدر نكمل كبلد. البلد اليوم محترق بالويل بالارض. شكرا لكم. انا ريكولا رامز، يعني في هذه اللحظات وكما نشاهد بعاده الزميل سلام.